حضراتكم من جديد ومكملين معاكم وحفلات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والنهاردة يعني مع الصوت الشاب للحقيقة حقق شعبية كبيرة جدا وشهرة كبيرة في وقت مش كبير، جمهوره بيعتبره صاحب تيار مختلف وجديد في الأغنية الرومانسية. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الفنان مسلم اللي حاضر وبقوة النهاردة في مهرجان العالمين في نسخته الأولى. اهلا بيك ومنور العالمين. فرصة سعيدة، مبسوط جدا اني موجود النهارده معاك. انطباعاتك الاولى عن مدينة العالمين وعن مهرجان العالمين وانت لسه جاي من تونس، كان عندك حفلة هناك؟ والله مبسوط جدا بتجهيزاته، ومبسوط ان ده موجود عندنا في مصر، ان الاهتمام ده انصب على الصناعة بتاعتنا ونقدر نقدم وننافس الدول العربية كلها، لان في توجه عام بصناعة المهرجانات وصناعة الحفلات اللي على مستوى عالي، فمبسوط جدا ان ده موجود عندنا في مصر. ازاي شايف النوع ده من الحفلات والمهرجانات الغنائيه يخدم مكان جديد زي العالمين سياحيا؟ اكيد هيخدم، لانه العالمين عامه بتستقطب فئه كبيره جدا من الشعب المصري ومن خارج مصر ومن السواح وما الى ذلك، فالموضوع هيبقى لطيف جدا، اتمنى يكون موفق. مسلم بيشوف نفسه واصل لكل الاجيال ولا الشباب ولا المراهقين؟ والله لسه قبل شويه وانا جاي في العربيه كنت بتشيك كده، لان انا بتابع، لان انا الباك جراوند بتاعتي مهندس، فانا بفهم جدا في الارقام، فكنت ببص دايما. ولسه بتشتغل مهندس ولا خلاص؟ لا خلاص. فبتابع جدا الارقام، بستدل منها عن حاجات ممكن تفيدني يعني، فببص على الفئه العمريه اللي بتسمعني، لقيت ان انا موجود الحمد لله في شريحه كبيره جدا بتسمعني من جميع الاعمار، فده بصراحه بسطني الحمد لله. اتنسيت عملت 200 مليون مشاهدة تقريبا؟ لا خالص، 450. 450 الرقم ده كان بالنسبة لك ايه وانت يعني كان عندك تخيل ان ده ممكن يحصل مع الاغنية دي؟ والله صراحة لا، لاني انسان واقعي جدا، والفترة اللي رجعت فيها، لان انا بدأت 2011 اول تواجد لي على بالتواريخ على السوشيال ميديا وعلى المنصات اليوتيوب بتاعي 2016، فكنت من 2016 لغاية 2019 بنزل أغاني وبحاول أني أشوف هويتي الفنية يعني، وجيت 2019 بعد وفاة والدي اعتزلت وشلت كل شغلي، فكنت راجع ده كان تاني. سبب الاعتزال بالظبط. فقعدت سنتين في البيت وبعدين رجعت تاني قبل اتنسيت في معادش باقي نزلت، كنت بحاول أشوف منها، لأن أنا زي ما قلت لك إنسان واقعي جدا، ما هم مهندسين بيحسبوها كويس بالحسبة بالورقة والقلم، فكان تفكيري وقت ما نزلت معادش باقي اول اغنيه بعد رجوعي يعني، ان انا محتاجه اشوف الناس اللي كانت بتسمعني قبل كده لسه موجوده ولا لا، لان الصناعه بتاعتنا عامه فيها تشتت كبير جدا، كل شويه واحد بيطلع وبعدين بينزل، فانك تلاقي حد بيسمعك وبيحبك وبيامن بيك وهيستناك دي كانت صعبه، فلما نزلت معادش باقي لا لقيت ان الموضوع لذيذ. بعدها نزلت اول فيديو كليب اللي هو قبل ما اصلك، برضه لقيت الفيدباك حلو جدا، كانت بدأت وقتها افتكر كانت وصلت 5 مليون، دلوقتي 35 ان شاء الله يعني ما شاء الله. بعدها بقى كانت اتنسيت وكل اللي في قلبي الاغنيتين في المعرض. طب محضر ايه للناس النهارده يعني في المهرجان؟ ومهرجان العالمين فيه مفاجآت كتير على الستيج على طول، انت محضر ايه النهارده لجمهورك؟ والله للاسف ما سعفنيش الوقت ان انا احضر كويس للحفله، يعني انا جاي اصلا بقالي 3 ايام ما نمتش من تونس، كان عندي مهرجان الحمامات الدولي فلأول مرة زيارة ليا في تونس وكنت مبسوط جدا، فللأسف ما سعفنيش الوقت، لأن أنا دايما معود الناس اللي بتحضر لي حفلات إن في حاجة جديدة. أوقات بيبقى في موال مثلا ممكن أنا اللي كاتبه وملحنه وبغني في الحفلة، ده زي إيه، زي رزق اللي بيحضر يعني، فاهمة قصدي؟ فللأسف الحفلة دي حتى التنظيم بتاعها بالمسطرة يعني، فهماني، فكل حاجة على القد، فهنغني كل الأغاني اللي عندنا بإذن الله، وفي أغاني جديدة نزلت ما كانتش اتغنت قبل كده في حفلات في مصر، فهتتغنى بإذن الله النهاردة، ويا رب إن شاء الله. جود لك، وإحنا مبسوطين إحنا كنا معاك في الباك ستيج قبل ما تطلع على ستيج، إن شاء الله يعني تكسر الدنيا مسلم. يا رب. شكرا جزيلا ونورت العالمين. شكرا جزيلا.